السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد، وين الاتحادية تاعنا، وين في تجربة كرواتية، وين خير الدين زتي يتلقى هدية لطيفة من نظيره الكرواتي، يعني وين غالوا خرجونا هما رسميا ومنا ومنا ومن بعد شاكين شغادي شاكين على كرواتيا بيدير حملة انتخابية. كرواتيا فين تندير حملة انتخابية؟ راسلوا كرواتيا بالك غادي يضربوا عليكم. وبعد حنا المهم افتتاح ان شاء الله بربي، غادي تشوفوا عندي منتخبات كبيرة ان شاء الله بربي بقدوم اتحادية جديدة. غادي تشوفوا البرازيل هنا في الجزائري، خاطش نسالوهم ماتش اميكال، وتشوفوا الارجنتين هنا في الجزائر، خاطش نسالوهم مازال في الفيفا نسالوهم لي ماتش اميكو مازال. تشوفوا هادو دو زيكيب تشوفوهم هنا وانجليز، وغادي تلعب هنايا انجليز غادي تلعب هنا بالجزائر. وعقلوا عليها، حنا ما نهضروش غير باط، حنا ما نهضروش هاك، حنا ما نهضروش نديروا حمله. يكذبوا عليكم في 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 اكتوبر، في اكتوبر اللي لعبنا ماتش اميكال بالكشاي، وصلنا دو ماتش اميكال، وصلنا مع نيجيريا، وصلنا مع المكسيك 66 كشفه، 66 كشوة وصلنا دو ماتش. قالوا لكم بعد، قالوا لكم غادي في مارس غادي نلعبوا مع طليان وغادي نلعبوا من وين راهم؟ ايا وين راهم؟ انا اليوم تفكرت ايا وين راه هذاك، هذو اللي كانوا يهضروا، خاصة امين العام محمد سعد شاقال قال لك ما بقيناش نلعبوا مع دي زيكيب الصغار. ايا وين راهم؟ حنا درنا لكم لا دات فيفا باللي مكاش ناس هادو بالهب لي ماتش اميكال، ماهمش حبلة انت، ماهوش برنامج عمل لي ماتش اميكال، ماهمش برنامج عمل. حنا غادي لهنا نلعبو مع دي زيكيب، نديرهم احتفال بتأهل كأس العالم، نديرهم احتفال بتأهل كأس العالم، مباراة ولا مع كرواتيا ولا ماهيش برنامج عمل. انا تقول لي اش كاين، لما تقول لي جبت لكم دافريك انا ما تحاسبونيش، كي ما تحاسبش؟ التحكيم في الهويه، البطوله في الهويه، التسيير في الهويه، مسيرين في الهويه، يعني كل شيء في الهويه. تجي تقول لي بلي انا جبت كوب دافريك سقمت لنا الشامبيون تاعنا، انا نهار اللي جبنا كوب دافريك ناس خرج هذاك دوبارمان، هذاك اللي كان يغلط فيكم، هذاك انا خرجت قلت يا جماعه رانا جبنا كوب دافريك، غادي هذه كوب دافريك تكون سبب في تطوير كره القدم وكلش، قلت لكم ما شكيتش. خرج هذاك دوبارمان يخرج دائما، كان هو دائما يأسوا فينا شان هضروا، يخرجوا يكذبوا، عندهم تكذيب وصاي كذب فيا ومننا ما شايدير ما شاي مهرج هذاك دوبارمان. الكره هنا في الجزائر ما يكتبش في الفيسبوك ما يقول صباح الخير، يخاف، جبان، لأنه جبان. على هذيك نقولوا بلي هاد الناس اليوم وين نحاولوا كيفاش نكشفوهم قدر المستطاع، ما خلوهمش يضحكوا العقول تاعكم، ما خلوهمش يضحكوا العقول، ما يضحكوش على العقول تاعنا، ما همش يشوفوا بينا عندنا عقول تاع عصافير. احنا ما لا اخويا اليوم فخا ديرها له، اليوم غدوه تبدلها له عصفور يطيح عليها، لا ما عندك ما تلعب. وين قال لك هذا الصحفي تاعهم قال لك تلقى خير الدين ستي رئيس اتحاديه الجزائريه لكره القدم، انا نقول غير شرعي، هديه من نظيره رئيس اتحاد كرواتيا لكره القدم، تمثلت في تقميص المنتخب الوطني الكرواتي حسب ما كشفه الموقع الرسمي للفاف صبيحه اليوم الاربعاء. حنا ممكن نديروا لنا هذا الصوالح، قول لي برنامج تاعك
شتا عندك شتا درت وراي واصله لافير وراي رايحه لافير. غادي نهضر لكم على باكيري الفيفا راهي راسلت لافير تاع باكيري مع مراك يا مع مراكم يا ونجيبوها من كاع البير نجيبوها لكم من كاع البير انت غادي نغمرت والناس شو كيف وعلى درتوها هذه دروك على درتوها محسوب هذه على درتوها زعما موقع تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم على درتوها زعما كعليها هذا برنامج حملة انتخابية دروك دروك افتتاح انتو ما غادي تكونوا ما غاديش تكونوا ما غاديش تكونوا انتو انتو ما غاديش تكونوا قادرين في بلاصه كرواتيا غادي نجيبوا البرازيل انا نشوف نسالوها ماتش اميكال قادرين نجيبوا البرازيل هاي وهريه هذا كلام اسم دارو نوم 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 ومتصور بتريكو ومتصور هذه علاه ما ديروهاش مع الاول وين كان هذا وانا شرى موقع الاتحاد الجزائري لكره القدم صوره مركبه وقعدوا غير تركبوا نتوما قعدوا يتغلطوا بالشعب لرئيس خير الدين زتشي حامل قميص المنتخب الكرواتي ذو رقم 10 كتب عليها زتشي حملة انتخابية بهلوانية وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان صادر على موقعه الرسمي أن هدية دافور رئيس اتحاد الكرواتي لكرة القدم جاءت استعداد لإقامة علاقة تعاون بين الاتحاديتين الجزائرية والكرواتية تجربة كرواتية عادل إمام دير مسلسل تجربة هولندية وانتم ديرونا تجربة كرواتية يعني مدرسة كرواتية دروك ردوا لنا كرواتية وردوا لنا من كيما نهار اللي جاب الكاراس قال لك مدرسة ناجحة زعما دروك كرواتيا في مجال الرياضة الرياضات عدة مثل تدريب وتطوير كرة القدم ورفع المستوى المنافسة في كرة القدم الجزائرية والله العظيم لا تضحك من قلبك وأكدت هيئة الفاف أن مشروع إقامة شراكة رياضية بين الاتحادية الجزائرية ونظيرتها الكرواتية مشرف على أن يتحقق لولا جهود المختارة مختار أمين خالف سفير الجزائر بدولة كرواتيا يعني شا دخل لنا سفير وشا دخل منا هذا دروك انتوما رئيس اتحادية ناليجا الكاراس قلتو لنا مدرسة إسبانية نهار الاول قلتوا لنا شوف نهار الاول مي جيتو حاربتوا اللاعبين محترفين ومن بعد مي بغاو مي بيحاوزوكم بيتقلبوا في اللعابه المحترفين وين عرضتوا على محرز باش يقول هذا الاتحاديه من احسن الاتحاديات في الجزائر من احسن اتحاديه مرت على الجزائر قال لكم انا ما ندخلش هذا اللعب قلتوا البوقره ما بغالكمش بوقرة قال لكم انا جيت نعمل انا خاطيني تسيير انا جيت نعمل في التيرة انا حاسبوني تيرة قال لكم انا خاطيني تسيير يعني انا على بالي كيفاش في غولي ما قبل لكمش بزاف ناس ما قبلوا لكمش كاين لاعبين اللي ما قبلوا لكمش باش يشكروا هذا الاتحادية هذه هي يعني كاين التوهم هنا وين قال لك باللي وسائل اعلاميه عده نقلت عن مصادر وصفتها بالقريبه من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ان هذا الاخير شرع في دراسه عروض منتخبات عالميه تريد مقابله كتيبه محاربي الصحراء وديا في طليعتها كتيبه المنتخب الكرواتي يا خويا حنايا اللي يجي مربط حنا ما ديروها الناس حمله انتخابيه انا ضد باش تسيسوها وديروا لنا حمله انتخابيه وانت انا نعرف باللي زاتشي لو برومي نعرف باللي راه في شهرين انتهت عهدته الاولمبيه هي نورمالمون دروك لي مشي شكون لي مشي يمشي امين العام بصح هادو كاع نعاج هادو نعاج امام رئيس اتحاديه عمال يخدموا عنده مشي دايرين في رسالهم هم يخدموا في هيئه جزائريه تابعه لوزاره مشان يتابع لك انا تابع بصح هادو دايرين في رسالهم بلي يخدموا عند ستشي
ماذا بيه مزاتي يقعد في طحومة يخدمو، خاطش عارفين الرداء اللي عندهم ما ينجموش يخدمو مع المستوى العالي، ما ينجمش يخدم مع المستوى العالي. أمين عام ولا مكلف بالإعلام ولا أي ولا صحافي شيات متقرب يعني للشيتا بالشيتا اللي يضرب الشيتا كاش، هذه اللي نقولوها لكم.